السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده عند ام عبد الله، عندها تشكيل السواري جديدة، هي القماشات اهي زي ما انتم شايفين كده. هنتفرج مع بعض. ادي الوانات اهي زي ما انتم شايفين، في حاجات كانت بالمتر وحاجات بالحتة، ممكن 25 35 20. المتر كان فيه متر ب 35، مش كله يعني، كل حاجة ولها سعرها. هنتفرج مع بعض كده على الالوانات. كان عندها تشكيلة حلوة بصراحة، ودي الابيض اهو حلو قوي. وكانت في حاجات بقى زي ممكن تاخدي مثلا صدر على بعضه بتبقى متقفلة جاهزة، ممكن تبقى ب 20، في حاجات ب 25. ده صدر فستان اهو على بعضه، ده صدر على بعضه اهو، بتاخديه وانتي بقى تجيبي الجزء اللي تحت وتكمليه زي ما انتوا شايفين اهو. ام عبد الله بتقعد يوم الثلاث بس، اللي يحب يجيلها ينزل محطة أم المصريين، تسألي على بنك نصر الاجتماعي، هتخشي البنك، هتخشي الشارع دوت، ده كله السوق بقى من أوله لأخره. هتسيب الحارة اللي جنب بتاع العصير، هتخش الحارة اللي بعده، هتلاقي كل بتوع القماش قاعدين عندك، أم ملك وأم هاجر وأم عبد الله، يعني كل بتوع القماش بقى في الشارع ده موجودين، هي في آخر الشارع. هي بتقعد يوم التلات، وهحط رقم تليفونها في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاها. هي كل اسبوع بتنزل تشكيلة جديدة، يعني الاسبوع ده عندها تشكيلة جديدة هي زي ما انتم شايفين، وفي حاجات تانية بقى، فتافيت السكر، وفي ستان كان عندها ب 25 جنيه، بقى لها اسبوعين بتجيب ستان حلو قوي مرتين ورا بعض. وعندها قماشات تانية كتير، في حاجات بقى عندها فوزون، حاجات بتعمل فساتين وكده، لكن السواري عندها بقى كان عندها تشكيلة جامدة بقى. وفي الفساتين احنا بنقلب مع بعض، هي الوانات كتير، البنك ده حلو، وفي الابيض، وفي الاسود، وفي الرمادي، وفي الاحمر، يعني في كان في عندها كذا حاجه يعني انتي بتقلبي. والساري ده كان موجود عندها اهو زي ما انتوا شايفين اهو، الساري اهو ده اهو ده فستان على بعضه كده، فستان على بعضه، ده كان على بعضه كده كان ب 70 جنيه، هو بيفرد فيه زي ما انتوا شايفين كده، دي حته على بعضيها احمر كانت ب 70 جنيه، يعني فيها حاجات كده بتبقى بسعرها كده، وفي حاجات بتبقى بالمتر، وحاجات بتبقى بالحتة، يعني انت وحظك، لانها بتجيب تشكيلة وانت بتقلبي وبتشوفي اهو. ده صدر فستان برضك اهو، ادي اهو الكمين عندك، وبنتي بقى بتوفعي اللون اللي يمشي معاها. كان في عندها بقى زي ما انتوا شايفين كده الالوانات كلها، وعندها التل بقى، كان عندها التل كتير، في حاجة متر ب 5 وحاجة متر ب 10، العرض عرضين كان ب 10، والعرض واحد كان ب 5. حلو قوي الرمادي دي. كان في بقى تشكيلة تانية اهيت، احنا بنقلب، كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي اشكال تانية كتير اهو مع بعض. هو حلو قوي اللون السيلفر ده، يعني انت بتاخديه، وكان في التل بتاعه، يعني انت لو خدتي ده من فوق والتل بتاعه يبقى فستان تحفة بصراحة. كان عندها بقى ستانات كتير، كان في ستان بقى الالوانات، كان في الرمادي والزيتي والاحمر والاسود والاخضر، وادي اللون السيلفر اهو شايفينه التتريس بتاعه صراحة حلو، والاسعار بتاعتها حلوة قوي يعني مش غالية. زي ما انتوا اهو نتفرج مع ده، تولي ابيض وبرضك بيفرد فيه، انا بفرد لكم اهو حتة القماش عشان فيه ايه، كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي حاجات مختلفة. ادي التولي اهو الرمادي والاخضر والاحمر والازرق، كانت فيه جميع الالوانات عندها. اقلب لكم تاني اهوت عشان نشوف القماش من تحت. ده انواع التل بقى، التل اللي كان كتير، كان في منه الوانات كتير، في بقى حتت قماش، كانت في حته ب 5، حته ب 10، كانت في حتت صغيره مش كله يعني، يعني في عندها اسعار مختلفه، يعني اسعار كل حاجه ولها سعرها. في حاجات تانية بقى هنتفرج عليها، اللي هي الستانات هوريها لكم، والسواري التاني هوريه لكم برضك، اي حاجه عندها دلوقتي هوريها، هنصورها مع بعض كده وهنزلها لكم على طول، وان شاء الله هنصور عندها تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنكمل بقى بقيه الفيديو مع بعض كده، ما تنسيش بقى باللايك لو عجبك الفيديو. ادي ده ستان اهو، الستان اهو كان ب 25 جنيه، كان في جميع الالوانات، ادي الاخضر والسمني، وكان في البيج، وكان في الرمادي، كان وفي الاحمر وفي الازرق، ادي الازرق تحت اهو، وادي النبيتي، الوانات كتير، يعني كان المتر ب 25 جنيه، والستان بتاعه حلو، مش اللي هو الستان الخفيف، لا الستان بتاعه تقيل حلو مش وحش. وكانت في حاجات بقى الوانات تانية كتير،
ادي السواري التاني، كان المتر ب35 جنيه، اللي هو فتافيت السكر ده. كان فيه بردك ادي اللون اهو، لون بني، وفي الصفر الغامق والفاتح والرمادي. بصراحة كانت فيه تشكيلة كتير يعني، وكان عندها حتت تانية بردك. يعني كان المتر من ده ب35 جنيه. شايفين الحاجات عندها اهي، انا بقلب لكم واحدة واحدة عشان نشوف ايه كل حاجة عندها. بقية الالوانات اهو، ادي دي لون حلو اهو، والقماشة بتاعته حلوة. كل حاجة عندها بصراحة كانت حلوة. السوق اللي فات دوت كل اسبوع بتنزل تشكيلة جديدة، يعني حتى الاسبوع اللي جاي هتنزل برضك تشكيلة تانية. يعني في حاجات كتير يعني، انتي بتقلبي في الوانات. حلو الاسود الساتان بتاعه حلو اهو، يمشي معاكي. في فتافيت السكر ده ب35 جنيه، لونه السيلفر الغامق. وفي بقى اللي كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي الوانات مختلفة، وده لونه حلو، لون البنك ده حلو. كان في الرمادي، كان في الازرق، والاسود كان كتير يعني، بس كل حاجة ولها سعرها. ده كان في حاجات المتر ب10، متر ب10، في ب10، وفي ب15، وفي كل في ب20. يعني في حاجات كتير بقى اسعار مختلفة، مش كلها زي بعضيها. الجبرات بقى في حاجات ب10، في ب15، في ب20، مش كلها، كل حاجة ولها سعرها. هنبص تاني كده على بقية الحاجات عندها. ده الستانات، وفي الستان بتاعه حلو تقيل يعني، بيمشي معاك بقى تشميز، بلوزة، تعملي بيه فستان، وتاخدي نص بيلمع من فوق والنص التاني تحت سادة. يعني عندها حاجات كتير، كان عندها حاجات. والاسبوع اللي جاي قالت هتنزل حاجات تانية جديدة اهو. انا هنبص لكم تاني، نبص تاني على العرض كده، على الالوانات. واللي حابب يجي لها بقى يجي لها بدري، هي بتفرش بدري يوم التلات، عشان لو عاوزة تنقي حاجة معينة بعد كده بتبقى الدنيا زحمة عندها. بص تاني كده على بقية القماشات. يعني كانت في حاجات بقى حاجات صغيرة، كانت في حاجات ب2 ب5، ل2 ب10، مش كله. في برضك مش سواري حتت صغيرة، يعني لو انت عندك فستان نفس الدرجة ونفس الشغل، بتيجي تاخدي الحاجات اللي عندها دي، ممكن تلزقها على الفساتين اللي عندك وترجعها كأنها لسه ايه جديدة. يعني عندها جميع، عندها كل حاجة يعني، الحاجات السوارية والجبورات وكده بصراحة. وأسعارها تحفة بصراحة زي ما انتم شايفين كده. هنبص بس أخيرة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. بص تاني كده على بقية الحاجات اهيت. خلاص اهوت، يعني احنا اتفرجنا على كل حاجة عند دي الحتت اللي هي الصغيرة، في حتة ب5 وحتة ل2 ب5، مش كله يعني، هي حسب ما بتنقي، في حتت كبيرة وحتت صغيرة. ده كل الموجود عندها. والاسبوع اللي جاي قالت هتنزل شغل جديد، وان شاء الله اصوره لكم اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك، واستنونا ان شاء الله الفيديوهات القادمة.